السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخبار؟ طبعا كل دولة بيكون ليها أكلات غريبة بالنسبة للشعوب الثانية. في الفيديو ده هنتكلم عن الأكلات الغريبة اللي موجودة في أندونيسيا. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. قبل ما نبدأ عايز أأكد على نقطة مهمة، وهي إن أندونيسيا بتتكون من أكتر من عرق وأكتر من شعب، فبعض الأكلات الغريبة دي أو معظمها مش هتلاقوها في جميع مدن أندونيسيا إنما في أماكن خاصة. طبعا أندونيسيا فيها 5 ديانات مش الإسلام بس، فعلشان مفيش أي حد ياخد فكرة غلط عن الدولة. نقطة تانية بالنسبة للناس اللي هي ممكن هي تقرف أو إن هي ما تستحملش منظر بعض الأكلات، فما تتفرجوش على الفيديو لأن الفيديو ممكن هو يكون صعب لبعض المشاهدين، بس برضو أنا بقول لك علشان لو واحد فيكم مثلا هيجي في يوم من الايام لاندونيسيا ما يتفاجئش ان في بعض الشعوب او بعض الناس في بعض المدن بياكلوا الحاجات دي في بعض الاماكن. فيلا بينا بقى نبدأ. اول حاجة هي رجلين الفراخ. طبعا في ناس كتير متعرفش ان رجلين الفراخ بتتاكل. في بعض الدول العربية الناس بتعتقد ان دي مثلا اكلة للفقراء او حاجة زي كده، انما بالعكس تماما، هي اكلة غنية بالبروتينات ومنتشرة كتير في جنوب شرق اسيا عموما، مش في اندونيسيا بس. في اندونيسيا بيحبوها محمرة او مطبوخة بصلصة ونودلز، وطبعا محطوط عليها بهارات خاصة. الشعب الاندونيسي بيحب الشطة وبيستخدم زيت السمك وبيحط عليه الشطة علشان يعتبر حاجة كده زي سناكس ما بين الوجبات. من اكتر الاكلات اللي مشهورة في اندونيسيا هي الفاكهة بالشطة، بتكون عبارة عن كوكتيل اناناس، مانجا، جوافة، اي فاكهة بقى بتيجي في طريقهم بيحطوها وبيحطوا عليها الشطة وزيت السمك ده، وطعمها طبعا بيكون غريب بالنسبة لينا كعرب ان دي حاجة حلوة محطوط عليها شطة. احنا مش متعودين على الاكل ده، انما دي تعتبر برضو من الاكلات الشعبية اللي موجودة في اندونيسيا ومنتشرة كتير. دود المنجروف. شجر المنجروف بيكون فيه دودة معينة، الدودة دي هم بيطلعوها من جوه الخشب وبيقشروها زي ما انتم شايفين في الفيديو، وبيغسلوها في الميه كده وبياكلوها، بيحطوا عليها توابل وبيحطوا عليها شطه وليمون وخل، وبعض الناس بياكلوها حيه. ولكن لحسن الحظ الموضوع ده مش منتشر في جميع انحاء اندونيسيا، ربما في شمال سلاويسي بتلاقي الموضوع بتاع اكل الدود ده منتشر جدا. يمكن نكون احنا ظلمنا الصين في موضوع كورونا، لكن في ناس كتير ما تعرفش ان في اندونيسيا برضو في شمال سلاويسي ايضا بياكلوا الوطواط، بيعملوا شوربة وطواط بجوز الهند، وتعتبر من الاكلات الشعبية عندهم. الاسوس او امعاء الفراخ. زي ما المصريين بياخدوا امعاء الخروف وبينضفوها وبيحشوها رز، الاندونيسيين بياخدوا امعاء الفراخ بينضفوها بس بقى بيقلوها مش بيحشوها، وبيحطوا عليها برضو البهارات بتاعتهم، وبتعتبر حاجة كده زي سناكس للأطفال بيحبوه وأكتر برضو الشعب بيحبوه. أندونيسيا فيها أكتر من نوع بن، والبن الأندونيسي يعتبر من أجود أنواع البن في العالم. أندونيسيا عندهم نوع خاص من أنواع البن اسمه قهوة اللواك. اللواك ده حيوان بيبتولوا البذور بتاعة البن اللي هي بذور الكاكاو، وبعد ما بياكلها وبيخرج فضلاته فبيقوموا واخدين فضلاته بينضفوها وبيطلعوا البذور منها ويطحنوها ويعملوا منها قهوة اللواك، وتعتبر دي أغلى مشروب قهوة موجود في العالم. دي كانت لفة سريعة على أغلب الأكلات اللي موجودة في أندونيسيا. أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا ما أجيبش جميع الأكلات الغريبة، في طبعا أكلات أغرب أنا تعمدت إن هي ما تكونش موجودة في الفيديو. هي الفكرة بس إن لو في أي حد فيكم عايز إن هو يجي أندونيسيا
وراح منطقة مثلا زي شمال سلاويسي أو أي منطقة تانية، واكتشف إن هم بياكلوا حاجة زي كده، ما تتخضش أو ما تتفاجئش، هو طبعهم كده. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.